ماركوس ماركوس لبيدرو قصيرة لجيرو ماركوس ماركوس يراو ماركوس جول 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 أول تشيلسي لمسة إسبانية تأتي بالأفضلية للبلوز مشاهدينا الكرام بعد وحدة من أروع ما يكون مع البديلين جيرو وبيدرو حسنا فعلت يا ساري حسنا فعلت يا صار عندما ادخلت هذين اللاعبين هما من اتيا بالهدف شوف الاعاده مره اخرى بيدرو وجيرو وحدة اثنين يراوغ تبقية تقريبا معك الكره يدين يا صار يلعب الكره لماركوس يدين يدين فرصه جول الثاني يدين صار يسجل ثاني هدف لنادي تشيلسي مشاهدي الكرام بعد ثنائيه من اجمل ما يكون مع ماركوس سالونسو يا سلام عليك يا ماركوس يا سلام عليك يا ماركوس وضعت بصمتك في الهدف الاول وتضع بصمتك في الهدف الثاني كذلك نسخه كربونيه للهدف الاول مشاهدي الكرام لكن هذه المره الفرق هو نادي نزار من يسجل يا سلام عليك يا ماركوس المسانده الدائمه يحط الكره لنادي نزار بتسديده قويه يهزم الحارس بيغوفيتش نادي نزار يتوج مجهوداته الرائعه في هذا الشوط بثاني اهداف ويحسم الانتصار لنادي تشيلسي مشاهدي الكرام على بعد اقل من خمس دقائق على نهايه المباراه يا لو من شوط يا اذن يا زار